كباقي الاساتذه في بدايه السنه كيلتحقوا المؤسسه ديالهم. هاد الناس ما استدعوناش، ما صيفطوش لنا لا نوت في الجروب ديالنا ديال المؤسسه. المهم حنا التحقنا في لو بروميي سبتمبر من سنه الدراسيه 2022 2023، كان ذلك يوم الخميس. فاذا بنا نتفاجأ، والاجتماع اللي كان من المفروض يدار باش نناقشوا البدايه ديال السنه الدراسيه ونبداو المهام ديالنا ونبداو العمل ديالنا لاستقبال التلاميذ، فاذا بنا كنتفاجئوا بان المؤسسه ستغلق الابواب ديالها، وكيقول لنا حنا انا غادي نبيع، ومني غادي نبيع غادي نعطيكم المستحقات ديالكم. تفاجئنا حنا ذاك الامر، يعني صدمه، كانت بالنسبه لنا صدمه. حتى الاول السنه عاد غتعطينا هذه المعطيات؟ هذا الشيء كان المفروض يدار في شهر 4، يعني في اخر السنه الدراسيه السابقه، باش حنا راه عندنا مسؤوليات نشوفوا شنو غنديروا والتزم معانا. انا شخصيا راه خدامه معاهم من 2004 2005، وانا خدامه معاهم الى يومنا هذا اللي كنهضر معكم فيه. المهم بالنسبه لنا كانت صدمه كبيره. قلنا غندير معكم التزام، ما كاين حتى شي حاجه، يعني شفوي التزام، ما شفنا حتى شي التزام. فاضطرينا اننا نستدعي مفوض قضائي، بالفعل راه جا، ومشينا للمفتشيه الشغل ودرنا معاهم، يعني داروا معنا اللازم. وغدا ان شاء الله تعالى راه عندنا معاه واحد الجلسه، ولكن جاتنا اخبار بان تراجع. المهم جاتنا اخبار، والله اعلم، انه هو بعد الاباء قال لهم راني غادي راني تراجعت على الموقف ديالي وربما غادي نخدم هاد السنه. جينا اليوم، ها هو اليوم الاثنين، حضرنا على الساعه ديال الدخول ديالنا بالمحفظه ديالنا بالوزره ديالنا، فكنتفاجئوا ان الباب مسدود. واحد شويه جا واحد السيد، هو ها هو هنا، ها هو السيد، ما تنعرفوش، ما سبق لينا شفناه باي صفه، ما تنعرفوش، حل الباب. ما فهمنا والو، لا حنا لا اباء ما فاهمين والو في هذا السيد. كاين الاخوات اللي ما خدوش المستحقات ديالهم اكثر من شحال الاخت من شهر؟ شحال الاخت من شهر ما خديتيش المستحقات ديالك؟ شهرين. تقريبا شهر 7، ما كاينش تسعود ما هضرناش عليه، قال لك حنا ما خدمناش، كاين مشكل ما هضرناش عليه. شهر 7 ما كاينش، الكونجي ديالنا ما كاينش، ديكلاراسيون في لا سينيسيس ما كاينش، ديكلاراسيون بلو سالير غيال ما كاينش، لامو ما كاينش، انا تروجيطاو ليا جوج ديال الدوسيات ديال الدواء ما كاينش، ما كيديكلاريوش ليا بالسالير ديالي القانوني. 18 عام، حوالي 18 عام ديال الخدمه وهاد التجاوزات، واليوم كيفاجئنا بانه سد المؤسسه. فين غنمشيو حنايا؟ المؤسسات راه خداو المعلمات اللي غادي يخدموا بهم، فين غنمشيو حنايا؟ والله جاتكم بخير. حنا كناديو المسؤولين انطلاقا من وزير الشغل، من وزير التربيه والتعليم والوزير الشغل والنقابات وكاع المؤسسات الحره واللي عندها يعني واحد الضمير، يوقفوا معنا ويساندونا. حنا اللي ادينا واجب ديالنا عن جداره واستحقاق، عطينا وقتنا، عطينا اعصابنا، عطينا حياتنا. انا في هذا المجال عندي اكثر من 20 عام، وفي الاخير كنتلاح للشارع بهذه الطريقه. إن لله، نقول إن لله وإنا إليه راجعون، وحسبي الله ونعم الوكيل.